مش مصدق اني اخيرا اشوفها على الحقيقي لمني. ولا حسن انت بتحبها؟ بموت فيها. امك ليه كل الشغله بزوط اللي انا بعملها دي؟ وفي حد يشوف دي وما يحبهاش؟ اخيرا هشوفها. هتروح تشوف مين يا حسن؟ اشوف ديجا، اشوف ديجا يا نونو. حسين مش عايز تعمل لنا حاجة نشربها؟ ماشي. عايزين نروح نعمل حاجة بقى؟ اعمل لنا 3 نسكافيه. طيب ماشي. احكي لي بقى، انت رايح بكره تشوف ديجا؟ ايوه. حلو. طب هي عارفه، يعني هي عارفه عنك ايه؟ لا ما تعرفش عني حاجات كتير، يعني تعرف مثلا ان انا بحب السينما، تعرف ان انا بحب اتفرج عليها وعلى فيديوهاتها، بس ما تعرفش حاجات كتير. طب واتفقتوا هتتقابلوا ازاي؟ هحضر المحاضرة بتاعتها وهي هتطلعني من وسط اللي حاضرين. طيب مش كان أحسن يا حسن لو كانت هي عرفت بظروفك؟ لا، تعرف ظروفي بعد ما تشوفني. بس خلي بالك، ديجا مش زي المتخلفين اللي كل ما يشوفوا واحد زي حالتي يقولوا ايه ده؟ وسعوا له، ايه ده على مهلك؟ ايه ده هاتوا له كرسي؟ والجو ده ديجا اعقل من كده بكتير يا نونو. تمام. طب يا حسن خلي بالك، في الاول وفي الاخر خديجه او ديجا دي بنت حلوه، صح؟ جميله. يعني ممكن يكون في حياتها حد، فانا مش عايزاك تحط امال كبيره على حاجه احنا لسه مش عارفينها. بص، انا لو ما عرفتنيش يبقى ما حسيتش بيا، فساعتها انا مش هتكلم معاها تاني خالص. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ايه هو؟ ممكن اجي معاك؟ بشرط. ايه؟ لو عرفتني واتكلمت معايا تسيبينا براحتنا يا نونو، ماشي؟ بس لو ما عرفتنيش ممكن ساعتها بقى ابقى محتاجك تكوني معايا، عشان لو كسفت ما كنش لوحدي. يا قلبي انا حاضر، بس كده انت تأمرني كل اللي انت قلت عليه هنعمله بالظبط. ماشي قلبي يا ناس، والله